هذا كان. إن شاء الله. إن شاء الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا فيكم جميعا الطلاب الأكارم والزملاء الأعزاء، يعني أنتم لأنه في مرحلة الماجستير مش بس طلاب، أنتم زملاء يعني، فمهندسين زراعيين أكارم وأفاضل، فحياكم الله بمادتنا وبالفصل هذا اللي حنكون مع بعض فيه، المساق إدارة الأعمال الزراعية. إدارة الأعمال الزراعية مادة إن شاء الله إنها حتكون يعني لطيفة وخفيفة، خاصة مع لما بتطلعوا من الحشرات والنباتات والتسميد والمواد التطبيقية الدسمة هاي. لا هون احنا مادتنا إن شاء الله خفيفة. هوني ترفيهية مقارنة بهذوك المواد. أنا لأنه بس سنة البكالوريوس، بس الماجستير والدكتوراه رحت فيهم على الإدارة وإدارة الأعمال والتمويل، فبحس بالفرق يعني، فعن جد بتحس بالفرق يعني. فعلا بجوز مادة مايكروبيولوجي التربة لحالها هاي حكاية. فلا إن شاء الله تعالى بتكون مادة لطيفة، مادة المفاهيم اللي فيها تحتاجوها إن كان على مستوى الأعمال الأكاديمية بتاعتكم أو على مستوى الأعمال التطبيقية والأعمال الروتينية والوظيفية، أو الأعمال إذا أنتم في أعمال حرة فراح تحتاجوها وتستفيدوا منها إن شاء الله تعالى. طيب شو رأيكم بس نتعرف على بعض كونها المحاضرة الأولى؟ أنا بهمني زملائي الأكارم التخصص عشان يعني أقدر أدير المادة بشوية، إذا يعني أخذين اقتصاد زراعي مو أخذين، وأحاول الأمثلة تكون ذات علاقة بتخصصاتكم وأعمالكم. فبهمني يعني والله التخصص وشو طبيعة العمل الحالية. تفضل أخي أنس. أنس الحسن، خريج 2005 من قسم وقاية نبات من جامعة حلب. مقاية العمل حالي بالمجال منظمات الإنسانية. منظمة، بأي منظمة؟ حاليا أنا بشتغل مع حوض النامي. يا ميت مرحبا، يا ميت مرحبا. حياك الله. الله، المهندسة فاطمة. السلام عليكم، كيفك دكتور؟ وعليكم الله السلام، يعطيكم حياك. العافية جميع. فاطمة البكور، خريجة بساتين، جامعة حلب 2006. من نص شهر كنت عم بشتغل بمجال العمل الإنساني، وحاليا لا، خلصت وبالبيت. الله يا رب يعطيك العافية والقوة الله والمرح. يعافيك يا رب. يعني أنت زميلتي في البكالوريوس هيك، لأنه أنا بساتين كمان أو بستن. حيا الله. تماما تماما، تشرفنا دكتور. الله يا رب يرضى عنك. باش مهندس همام. همام مش سامعنا. طب باش مهندس مصطفى. همام مصطفى عليك الناس، مهندس زراعة قسم استصلاح أراضي، أها. حاليا مقيم في غازي وعنتاب التركية، أشتغل في شركة طبية، تخصص أشتغل في أراضي شركة خريج طبية أي سنة؟ لمجال تركيا. أخي أنا مصطفى. درست في جامعة البعث استصلاح أراضي التعليم مفتوح ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. 2010. 2010. حاليا شو عم إيه، تشتغل؟ التعليم مفتوح 2010. عملت في شركة طبية تصنيع سيروم ملحي لغسيل الكلى لمشفى خاصة ما شاء كعمال، الله يعني ما تابعة شاء الله لشخص تركي. ما شاء الله ما شاء الحمد الله. لله رب العالمين. بس دكتور سبحان الله، الوقت قلاب، عندي 12 ساعة وأسبوع بالليل وأسبوع نهار، يعني الحمد لله على كل حال. الله المستعان، الحمد حاليا لله. ناطرين الجنسية، الله حاليا ناطرين الجنسية التركية على أبواب عون الله. الله يقويك، الله يقويك. الباشمهندس همام سامعنا؟ الله يسلمك يا دكتور، يحفظك يا رب ويحفظك الله. حياك الله دكتور. سامعكم؟ اي نعم. همام نعسان، خريج كلية هندسة زراعية في مدينة إدلب عام 2020 من قلعة المضيق سهل الغاب.
طبعا منقطع عن دراسي 5 سنوات وبعدين التحق بجامعة إدلب. ما شاء الله. حاليا تشتغل إشي؟ حاليا عم بشتغل أحد كوادر المنظمات الشمال السوري. أنزل. ماشي ماشي، حياكم الله وبياكم. حياك الله وبياك دكتور. الله يسلمكم. أنا أخوكم الدكتور سليم النابلسي. يا حي الله يا حي الله، زادنا الله شرف. حياك حياك سيدي. حياك الله يا دكتور، حياك الله. حياكم الله. قلت لكم البكالوريوس بس تاني، بس الماجستير والدكتوراه بانكينج اند فاينانس وإدارة أعمال زراعية. خبرتي في التمويل الزراعي أكثر، حتى في التدريس درست إدارة مالية في جامعة فلادلفيا الأردنية، درست الفصل اللي فات في جامعة الزيتون الدولية كمان إدارة أعمال زراعية. فأهلا وسهلا فيكم، ونبدأ مع بعض إن شاء الله حياك تعالى. الله دكتور. حياكم الله. بدي أتمنى عليكم شغلة، أذكركم بالحديث اللي بيقول كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. فبدنا نستعير ونقول كلكم ينجح إلا من أبى، ومن يأبى اللي بحضر بنجح، واللي ما بحضر يعني يأبى النجاح. وإحنا يعني بالذات مساقات الماجستير العدد يعني 4 5 طلاب، فأي غياب يعني بيأثر على المجموعة وبيأثر على الدافعية للدكتور، أو خليني أقول عضو هيئة التدريس أو المحاضر، بأنه لما يلاقي العدد قليل هي كمان بتكون في دافعية ونشاط. الشغل الثاني صحيح. اللي بتمناه من الجميع، يعني أنا بأي لحظة مقاطعتي مسموحة، السؤال بأي لحظة، لا تحط لي كليك ولا تحط لي مش عارف إشارة رفع الإيد، أدخل وأسأل. وما بدنا ننتقل لشريحة أو موضوع ثاني إلا إذا هاضمين الموضوع اللي عم نحكي فيه. هيك بتمنى عليكم، وإن شاء الله تعالى بنكون كلنا ملتزمين مع بعض في هذا المساق. وزي ما حكيت لكم، مساق جميل وبفيد الكل، إن كان على المستوى الأكاديمي أو على المستوى العملي أو على المستوى الوظيفي إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. محتوى المساق في الغالب يعني حنحكي في أول محاضرة محاضرتين عن مفاهيم إدارة الأعمال. المحاضرة هاي بالذات حتكون عن تعريف إدارة الأعمال بصفة عامة، ما راح ندخل في الأعمال الزراعية ووظائف الإدارة، وبعدين حندخل في مفهوم إدارة الأعمال الزراعية. حنحكي عن أدوات الإدارة الزراعية زي القيود والسجلات، أدوات التخطيط وعديد أدوات التخطيط. حنحكي شوية عن مبادئ اقتصادية، ما راح أكتر، يعني شغلات اللي بحس إنها قابلة للتطبيق أكثر في حياتكم الأكاديمية والعملية. تحليل الكلف، راح أركز كثير على تحليل الكلف وأنواع الكلف وسلوك الكلف، تخطيط الأعمال الزراعية، أدوات الرقابة المالية، البيانات المالية. ما راح يكون مطلوب منكم يعني أن تقوموا بإعداد البيانات المالية، بجوز هاي بنطلبها من الشباب في كلية الأعمال، بس على الأقل المفاهيم الأساسية تكون عندكم. أنتم بكرة أحدكم كان مدير مشروع زراعي، فبده يكون جاهز، وحتى في المنظمات بيكون جاهز لقراءة البيانات المالية. أبدا كمهندس زراعي ما بنقول بدك تقوم بإعداد البيانات المالية، ولكن بدك تكون قادر على قراءة البيانات المالية. في عندنا كمان تحليل الأعمال الزراعية وتحليل الكلف وتقييم الأعمال، حنشتغل عليها كمان شوية. في المحاضرات الأخيرة حعلمكم كيف بنقوم بإعداد، ما بدي أسميها دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع زراعي، ولكن على الأقل خليني أقول العائدات والتكاليف للمشروع الزراعي. وحنحاول في المحاضرة الأخيرة نستخدم المايكروسوفت إكسل عشان نطلع المؤشرات الأساسية للمشاريع الزراعية. في الغالب هذا المحتوى العام للمساق. نبدا شوي شوي. انا باسلوبي ببدا شوي شوي، هيك بسميها زي جوجل ايرث،
كيف لما تشغل جوجل ايرث هيك بتبدا من بعيد وشوي شوي 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 بتضيق حتى توصل للوكيشن. بحاول دائما يكون هيك اسلوبي لغايه ما نوصل المعلومه للزملاء الاعزاء. ايضا في بعض المحاضرات بيكون في بعض المصطلح بنوقف عليه، في المحاضره التي تليها حعود لنفس المصطلح بس بعمق اكثر. يعني مثلا خلينا نقول مثلا بمفاهيم اداره الاعمال، لما نحكي عن الاداره ووظائف الاداره، حنحكي عن وظائف الاداره بصفه عامه. لما نروح على اداره الاعمال الزراعيه بنكون صرنا فاهمين والله عند التخطيط والرقابه والاشراف والتقيئه. فلما نفوت على اداره الاعمال الزراعيه حصير في عندنا مزيد من التخصيص في والتوضيح اكثر مما يثبت المعلومه ان شاء الله تعالى. نفس الشيء مثلا في التكاليف، عند ادوات التخطيط تحليل التكاليف حنحكي عن انواع التكاليف واصنافها والمباشره وغير المباشره والتاسيسيه والثابته. برضو لما نروح عند تحليل الاعمال الزراعيه وتقييم المشروعات راح نرجع ناخذ هاي المصطلحات بس بمزيد من العمق. وهيك انا تقديراتي انه ممكن نثبت المعلومه اكثر واكثر. طيب انا اشتغلت شويه على التمويل الاسلامي في المشاريع الزراعيه، فتعلمنا شغله كثير بلاحظها في المراجع والكتب الفقهيه واللي بتعتمد الدراسات الاسلاميه. دائما بحاولوا قبل لا يبدوا في دراسة وتحليل أي مصطلح بحاولوا دائما يفهموا معناه في اللغة. فأنت إذا قدرت تفهم المعنى اللغوي بتصير أسهل عليك إنك تدخل في المعنى الاصطلاحي كما يقول الفقهاء، أو في المفهوم العلمي اللي إحنا بحاجة إله لأي موضوع عم نشتغل عليه. فمثلاً بما انه احنا عم نشتغل عن ماده ومساق اسمه اداره الاعمال الزراعيه، فخلينا نبدا في اول كلمه من هذا المساق اللي هي اداره الاعمال الزراعيه، اداره الاداره. فلاحظوا باللغه العربيه وعلى السريع يعني ما راح اخذ من وقتكم كثير، المصدر هي داره، داره، ومنها اداره يدير ادر. فإدارة بيقول لك الإدارة الذي يقوم بالإدارة مدير، والذي يتلقى التعليمات أو المفعول به فهو مدار. إحنا شو بنقول باللغة؟ دور الآلة أدارها، جعلها تدور، جعلها تعمل، هو اللي خلاها تشتغل. أدار التجارة تعاطاها، أدار التجارة تعاطاها، والآية إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. فإذا إدارة في اللغة أدار الشيء، جعله يدور، جعله يعمل، جعله بالعامية بيشتغل، ماشي الحال. بعرف في عندنا مثل بيقول لك كل واحد بيدير النار على قوسه، فإذا استخدمناه في التعريف هو عم بيستخدم بيدير الموارد، يستثمر الموارد من أجل أن يحقق هدف عنده اللي هو عم بيحاول يستفيد من النار عشان والله يطبخ للرغيف بتاعه. فإذا باللغة أدار الشيء، جعله يعمل، جعله يدور. طيب التعريفات، في تعريفات كثيرة للإدارة. في تعريف شامل أنا دائما هيك بسميه التعريف الشامل، راح نوقف عنده، بس خلينا نشوف يعني مثلا هاي موسوعة العلوم الاجتماعية شو سموه الإدارة أو كيف عرفوا الإدارة. قال لك العملية التي يمكن للمنظمة بواسطتها تنفيذ غرض معين والإشراف عليه. إذا مسكنا التعريف وقطعناه هيك وفصلناه أو فصفصناه مع بعض، العملية، لاحظوا هون أول إشي في عملية، بجوز خلينا نتعلم الأسلوب النقدي بالتفكير والتحليل. يعني أنا بفضل العمليات بدل العملية، بس أنا من باب الأمانة العلمية يعني حطيت التعريف كما هو العملية. في حين في الإدارة تعلمنا أنه هناك وظائف، فبالتالي هناك أيش أكثر من عملية، إذن هنالك عمليات.
كلمة المنظمة هون نخلي بالنا، يعني من خلال التعرف على حضاراتكم أغلبكم يعملون في أو كانوا يعملون في منظمات إنسانية. هاي المنظمات بنسميها منظمات أهلية، منظمات غير حكومية، نون بروفيت، منظمات غير ربحية. هاي منظمات. طيب أخونا مصطفى بيشتغل بشركة طبية، هل بنسميها منظمة؟ نعم، حاليا في المفهوم الإداري بنسميها منظمة. لا بس شو بنسميها؟ منظمة أعمال. منظمة أعمال، لا أنتم تشتغلوا في منظمات إنسانية، منظمات غير ربحية، منظمات غير حكومية، منظمات غير تجارية، لكن مصطفى بيشتغل في منظمة ربحية. ليش ربحية؟ لأنها أو بنسميها منظمة أعمال، لأنها هي هاي المنظمة أو هاي الشركة تسعى للربح. تمام؟ فكلمة المنظمة ما نوقف دائما على الفكر الدارج عندنا، المنظمة يعني زي جمعية تعاونية ولا جمعية خيرية ولا جمعية إنسانية. المنظمة وفي تعريفات بجوز مش محلها هون للمنظمة ولا نظرية المنظمة. منظمات الأعمال، مشروع زراعي، نعم هو منظمة أعمال. إذا في عندي مجموعة من العمليات. أي منظمة هنا، أي منظمة بغض النظر عن طبيعتها تقوم باستخدام هذه العمليات. ليش؟ بدها تنفذ غرض معين. الغرض المعين هنا بالتعريفات القادمة حنبطل نستخدم غرض معين، بنصير نستخدم هدف لتحقيق هدف. هنا اللي تنفيذ غرض، يعني مرات أنا خاصة حاليا صرنا نيجي نحكي نقول الإدارة بالأهداف. بغض النظر ما هو الغرض من هذه العملية، إذا كان يحقق لي الربح ويحقق هدف المنظمة قبل الربح، إذا بيحقق هدف المنظمة فهذا اللي أنا بسعى إليه كمدير. هلا الجزء الثاني قال لك والإشراف عليه، وهنا قضية الإشراف حتقودنا كمان شوي لا اللي زي ما حكيت لكم، لا وظائف الإدارة. مهم عندنا بهنا الإشراف، ولا قبله في عندي التخطيط وفي عندي التنظيم. في التخطيط أنا بحدد الغرض أو الهدف اللي بدي إياه، في التنظيم أنا بحدد وبجمع الموارد البشرية والموارد المالية عشان أحقق هدفي، وهنا الإشراف والمتابعة والتوجيه كلها من الوظائف الإدارية اللي راح نحكي عنها. طيب تعريف ثاني، هذا تعريف أنا كثير بحبه بس يعني عدلت عليه بالأحمر. السيد كانتر هو وأصدقائه قال لك تنفيذ الأشياء عن طريق الآخرين. تنفيذ الأشياء عن طريق الآخرين. كلمة الآخرين هنا في الغالب بنحكي عنها إنها هي الموارد البشرية، القوى العاملة، الهيومن ريسورس. أيا من هذه المصطلحات هم هذول اللي إحنا الآخرين اللي بننفذ فيهم الأشياء. أنا ليش هذا يعني حطيته وحطيت تعريف يعني حسيته لا بصير أقوى، وأنا هنا بس يعني بهاي الطريقة بتحليل التعاريف بحاول أنمي عندكم قلنا إيش التفكير النقدي، يعني أي تعريف الكمال لله يعني. ف ودائما في أحد المؤلفين والمفكرين المسلمين يقول ما كتبت شيئا إلا كنت في ثاني يوم قلت لو أني لم أكتب كذا، أو لو أني فعلت كذا، أو أني لو كتبت كذا. فدائما يعني النقص هذا مركب من مركبات الإنسان والكمال لله سبحانه وتعالى. فبالتالي حتى لو كان اسمه عالم مشهور وأب من آباء الإدارة، إلا أنه أنا خليني أفكر بطريقة نقدية وأحاول أفهم وأحلل وأشوف هل هنالك إمكانية للتحسين. ودائما إحنا في الإدارة بنقول دائما هنالك فرصة
للتحصيل. لاحظوا التعريف الاول تاع الكاونتر واخرون، انا قلت لا بديش انفذ اشياء، كلمه تنفيذ هيك حسيتها على العموم واشياء على المجهول. اما انا لا، قلت تحقيق الاهداف، انا في منظمتي عندي هدف معين، اذا كانت منظمه ربحيه فانا بدي احقق ربح معين. بجوز بالمنظمات الانسانيه بتركزوا على الاوتريتش وبتقولوا انا بدي اوصل لخدمه 30 اسره ريفيه او 50 امراه عامله او وهلم جر، كل واحد وحسب التارجت والاهداف اللي هو بيحطها. فانا بفضل دائما نكون محددين، يكون في عندي انني ساقوم بتحقيق الاهداف من خلال الاخرين. وحاليا كلمة الآخرين بطلت تعني بالمفهوم الإداري فقط الموارد البشرية اللي أنا موجودة في شركتي أو مؤسستي أو منظمتي. هلأ صار بقول لك في عندنا أوت ريسورس، أوت ريسورس، إنه أنا مش شرط دائما تكون كل الأعمال اللي أنا بحاجة إلها إني أعين لها موظف. مثلا نضرب مثل، في حدا بحب يشاركني كيف بنشتري خدمات من الآخرين من غير الموظفين؟ يعني نبطل نفكر إنه الآخرين هن لازم الموارد البشرية اللي عندي. بتجاربكم مثلا، تسويق عن طريق مثلا المواقع الإلكترونية. جميل جميل، أنا بستفيد من المواقع الإلكترونية في التسويق. بجوز كل التسويق كله، ما مثلا بدل ما قلت المواقع، بجوز انا مش فاضي يكون عندي اجيب لي لعيب سوشيال جي، لعيب سوشيال ميديا، لا واجيب موظف. بكره يصير يقول لي بدي واحد للفيسبوك، واحد تويتر اكس، واحد انستغرام، مش معقول. فممكن انا اشتري خدمه من شركه، شركه في الميديا، وهي تقوم بإعداد البوستات، إعداد خطة تسويقية، إعداد حتى استراتيجية التسويق، وهي تنفذها. زين يعني، فطريق الآخرين أنا هذا اللي بدي إياه، نفكر دائما إنه مش فقط الموارد البشرية اللي عندي اللي أنا يجب أن أستخدمها أو أستغلها أو أستثمرها، أو أستغلها بين قوسين، ما حدا يفكرها في طريقة سيئة، عشان احقق اهداف المنظمه. لا، انا ممكن يكون عندي اوت ريسورس، ولا كثير من الشركات بتلاقي مش معقول يكون عندي والله حارس دائما، بشتري خدمات امن وحمايه، ممكن تشتري خدمات النظافه من شركه نظافه، ممكن ما فيش داعي اذا بنحكي بالزراعه اذا كانت المساحه بسيطه اني اشتري والله جرار وناثرة أسمدة، وأنا والله يعني المساحة بسيطة، فبالتالي اقتصاديات شراء هاي الأدوات غير مجدي. فأنا ممكن أشتري خدمات، وبالتالي بجوز هذا التراكتر بده سواق وبده مش عارف مهندس ميكانيك لا، أنا عن طريق الآخرين مش شرط يكون موظفين عندي، لا أنا بشتري خدمات الحراثة، وخدمات القيادة والسواقة تاعت المعدات الزراعية من خلال شركة. بديش أطول هون كثير، إذا تحقيق الأهداف أنا بحب بهمني راح أركز كثير بجوز بالمسار كله، دائما تحقيق الأهداف عن طريق الآخرين اللي هن إما الموارد البشرية اللي عندي أو أنا بقوم بشراء خدمات من جهات ثانية. طيب هلا فريدريك مثلا شو بيقولنا؟ بيقولنا انت عارف بالضبط ماذا تريد، هذا هيك بعرف الاداره، ثم تتاكد من ان الافراد يؤدونه باحسن طريقه ممكنه والخصها. يعني اذا بنحلل تعريف فريدريك، هو شو بيقول لك؟ بيقول لك انت في الاداره ان تعرف بالضبط ماذا تريد، اللي هي ان يكون لديك هدف. وخلي بالكم هون بنتورط كثير في الاعمال الزراعيه، أنت أنشأت مشروعك لكي تحقق ربح، أنت أنشأت مشروعك لكي تحقق ربح، هذا أنت عارف ماذا تريد. ما أنشأت مشروعك والله فقط لزيادة المساحة الخضراء،
لزيادة المسطحات الخضراء، بدي أقاوم أنا التغيرات الكليمت تشينج والريسك تاع الكليمت تشينج، فأنا بدي أزيد من التنوع الحيوي. أبدا أنت منشئ مشروع زراعي صغير أو متوسط أو كبير عشان تحقق أرباح، أما إذا بتشتغل بمنظمة إنسانية أنا ممكن أفهم يكون في عندك مشروع للتنوع الحيوي، يكون عندك مشروع زراعة غابات وحراج. فبالتالي هون اللي بدي أركز فيه، هذا التعريف بقولنا لازم تعرف هويتك، أنت تعمل في منظمة ربحية ولا في منظمة غير ربحية. إذا كنت تعمل في منظمة ربحية فأول إشي بدك تفكر فيه الأرباح، إذا كنت تعمل في منظمة غير ربحية يجب أن تفكر ب إيش والله تعريفك. هل أنت منظمة اجتماعية بدك تحقق أهداف اجتماعية، أم أنت منظمة بيئية تسعى لتحقيق أهداف بيئية؟ يجب أن تعرف بالضبط ماذا تريد. تمام، هنا لاحظوا الجزء الثاني، أن تتأكد أن الأفراد يؤدونه بأحسن طريقة ممكنة وألخصها. الأفراد اللي هن الموارد البشرية الـ Human Resource اللي حكينا عندك في الشركة في المنظمة، ويؤدونه بأحسن طريقة. هنا التوجيه والتدريب اللي أنت بتقوم فيه كمدير لمشروع لمنظمة لهؤلاء الأفراد. هلا ما بكفي مرة ثانية نيجي نقول إنه إحنا والله نفذناها بأفضل الطرق، لا، كمان عندنا اقتصاديات الأعمال يجب أن ننفذها بأرخص، يعني أرخص تكلفة ممكنة، لأنه أنا ممكن أنفذ عملية رش المبيد، رش الحقل مثلا بطيارة درون درجة هالأيام، بس والله المساحة بتاعتي مش مستاهلة، أنا كل اللي عندي مثلا 10 دنومات، لا، ممكن أنفذها والله بمرش سبراير مجرور على جرار قدرته 65 حصان والسلام ختام. فأنت هل بدك ترش وتاخذ اللقطه بالدرون انه واو والله مزرعه مصطفى عم تستخدم الدرون، ولا انت بدك تكوش المبيد عشان تحافظ على المحصول عشان تحقق اقصى فائده من الرش وبارخص التكاليف المطلوبه؟ تمام، لغايه الان تمام السياق كلنا تمام جميل. طيب نشوف تمام السيد، دكتور تمام. السيد دل شو بده؟ كلهم شوفوا ترى بعد فترة حنكتشف، لما قال حولها نحوم الإعرابي اللي كان يسأل الله الجنة وقال أنا لا أعرف دندنة أبا بكر، قال له حولها نحوم وكلنا حولها نحوم. كلهم شوف هذا مستر دل شو بيقول لك، بيقول لك عملية استخدام أيوة الموارد. هون وسع لنا شوية، ما ركز على فقط الموارد البشرية، قال لك عملية استخدام الموارد من المواد الخام والعناصر البشرية. هذا حيقودنا بعد شوية حنحكي عن إشي بنسميه عناصر الإنتاج. عناصر الإنتاج، تذكروا هذا المصطلح راح نوصل له ونحلله مع بعض. بس هون ركز، مو قال لك في مواد خام وفي عناصر بشريه، اذا دخلت هذول على هذول، اذا اجوا العناصر البشريه واستخدموا الموارد الخام، فانا ممكن اقوم بتحقيق اهداف معينه. هاي اهداف معينه، اذا بالخطه انت بتكون عندك اهداف معينه، ثم انت من خلال خطتك حددت ما هي المواد الخام اللي انت بدك تستخدمها. بدنا مثلا هدفي في بديش دائما تجاري، راح تزعلوا مني بتفكروني اني انا مادي، بس لا، لانه انا بشتغل كمان بشركه زراعيه نضرب امثله غير ربحيه. انا هدفي بدي ازيد واوزع قمح على السكان الارياف في الشمال السوري المحرر. طيب اذا انا بدي المواد الخام شو هي؟ اصناف قمح متتلائم مع المناطق في شمال سوريا في الريف الشمالي. ما هي العناصر البشريه اللي بدي اياها؟ بدي مهندسين زراعيين مختصين
بالمحاصيل، وبدي سيارات نقل وشوالات، وبدي دارسين اجتماعيين منتشرين ومرشدين اجتماعيين زراعيين يقدروا يحددوا لي وين المناطق ومن هم المزارعين الأشد فقرا اللي أنا لازم أوصل لهم وهلم جر. تمام، هذا المثل، هذا هو غير ربحي. هذول وتتضمن تنظيم الأشخاص وتوجيههم وتنسيقهم وتقييمهم لتحقيق هذه الأهداف. العبارات من عند تنظيم الأشخاص، توجيههم، تنسيقهم، تقييمهم، هذا هاي العبارات كلها بتدخلنا اللي حنفوت عليها كمان شوي على المصطلح اللي بنسميه وظائف الإدارة. تنظيم، توجيه، تنسيق، تقييم، هاي نسميها وظائف الإدارة. إذا ديل بيقول لك أنت جيب مجموعة وظائف الإدارة دخلها في عمليات مع بعض من خلال مواد خام، واللي هي اللي بنسميها بمصطلح ثاني عناصر إنتاج، أو بنيجي بنقول الموارد الطبيعية والموارد البشرية، كل هذا حطهم في الخلاط، اكبس الكبسة أنت كمدير عشان تحقق إيش؟ أهدافك التي قمت بتحديدها. تمام؟ تمام. هيك أتوقع يعني صار في عندنا معرفة شو معنى إدارة. قلنا أدارة يدير، أدر أدار الشيء، شغله، جعله يعمل، ومرينا على هاي التعريفات. أنا بسمي هذا التعريف الشامل وبحبه أكثر، لأنه يعني بغطي كثير من اللي ممكن يعني كل المساق يشتغل على هذا التعريف. قال لك وظيفة، إذا الإدارة وظيفة، وظيفة تستلزم بده يكون في عندي مدير، ويكون يصدر عنه تعليمات، وعن طريق الآخرين، تنفيذ الأعمال عن طريق الآخرين، كلمة الآخرين يستلزم أنه يكون في عندي إيش؟ قوة عاملة أو موارد بشرية ينفذوا هاي التعليمات الصادرة عن المدير ويطلعوا له. بالعكس، زي ما في عندي مدير بالتوب بينزل تعليمات، في عندي موظفين عم بينفذوا هاي التعليمات وبيطلعوا ريبورتينج، بيطلعوا تقارير للأعلى. ماشي الحال؟ طيب كيف بدي أشتغل؟ قال لك من خلال التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة. وللمرة العاشرة برجع بقول هاي هي اللي بنسميها ايش؟ وظائف الإدارة. يعني أي مدير في الدنيا يدير منظمة إنسانية، منظمة ربحية، منظمة حكومية، أيا كان، هو يجب أن يقوم في الغالب بهدول الأساسيات الأربع وظائف مهمة: أن يخطط، من خلال تخطيط نوصل للأهداف، من خلال التنظيم من نشغل الآخرين اللي هن القوى العاملة، ومن خلال التوجيه بنفهمهم شو اللي بدنا إياه، ما هي أهدافنا وكيف نحققها، والرقابة بنحاول إنه نضمن إنه بعد ما وجهنا هؤلاء الأفراد ونظمناهم أننا نقوم بتحقيق الأهداف التي خططنا لها. قرأناها من اليسار لليمين، وقرأناها من اليمين لليسار. أنني أخطط ثم أنظم الموارد البشرية وأوجهها لا، إن شاء الله ما راح نطول، يعني هي كسرنا كمان جلسة. الثقافة المؤسسية كمان جزء مهم جدا من المؤثرات الداخلية في أي منظمة أعمال، وهاي بنلاحظها. يعني كيف يعني شو الثقافة المؤسسية؟ مستوى الحوكمة، مستوى الرقابة، مستوى القيم الجوهرية اللي بيكون عندنا، أخلاقيات العمل اللي بنحكي عنها، هاي بتختلف من مؤسسة لمؤسسة. فالمدير الناجح بيقدر يعزز ويطور ثقافته المؤسسية من خلال التوجيه، وممكن إنه يهملها، وبالتالي
وكثير من المدراء التقليديين اللي بيركزوا فقط على الربحية بيهملوا بهذا الموضوع، بيقول لك شو مدونة سلوك وشو أخلاق مهنة، هذول بيخسروا كثير مع إنه ممكن يربحوا كثير بأعمال بسيطة وممكن تكون لها أثر على الموارد البشرية اللي عنده وتنعكس على زيادة إنتاجيتها وزيادة بالتالي إيرادات الشركة أو المنظمة، أو إذا كانت منظمة غير ربحية بالمقابل. ترى خلي بالكم إحنا بالمنظمات الربحية بنقول إيرادات بتحقق ثم أرباح بعد خصم التكاليف، حتى في المنظمات الغير ربحية في عندهم إشي دائما بيحلموا فيه بسموه الفوائض، إنه هو مجموعة المصاريف تاعته هاي حط والإيرادات، بغض النظر هاي الإيرادات من وين إجت، إنه تمكن من تحقيق فائض عشان يقدر يكمل مشاريعه اللي هو بطرحها. وبدون فوائض وبدون إيرادات حتى المنظمة إن كانت إنسانية ولا منظمة مجتمعية 100% لن تستطيع أن تقوم بإيش تحقيق أهدافها. هاي أهم المؤثرات أو العناصر الداخلية. أما العناصر الخارجية، لاحظوا مرة تانية عشان نقارن الهيكل التنظيمي، عملياتنا كيف بنخططها، طريقة إدارتنا، ثقافتنا المؤسسية، كلها إحنا بنحكمها، إحنا بنتحكم فيها، ولكن السياسات العامة للدولة، الأوضاع الاقتصادية في المجتمع اللي أنت بتعيشه واللي بتشتغل فيه منظمتك، الخصائص الاجتماعية للسكان اللي بتستهدفهم المنظمة الإنسانية أو الزبائن اللي بتستهدفهم المنظمة الأعمال، هاي خصائص اجتماعية أنت ما بتقدر تتحكم فيها. التكنولوجيا وتطورها، مرات بتقول أنا والله لا عندي أجهزة ومعدات حديثة، من أكثر في مصطلح بنسميه تقادم التكنولوجيا، معداتك وأجهزتك كثير عم تتقادم مع مرور الزمن. وهلأ لما صرنا نستخدم التكنولوجيا والذكاء الصناعي، تقادم الأجهزة والمعدات صار سريع جدا جدا. القضايا البيئية والقضايا التغير المناخي، لاحظوا كل هذا اللي بنحكيه كلها مؤثرات، عناصر، قوى خارج سيطرة ايش شركتنا او منظمه الاعمال تاعتنا او المشروع الزراعي. القوانين والانظمه والتعليمات الصادره عن الجهات الحكوميه، انت متلقي، انت بصدر التعليمات بيقول لك والله مواصفه القمح اللي راح نستقبله من المزارعين السنه كذا وكذا، انت بدك تتوافق مع هاي الانظمه، ما بتقدر انت كمنظمه اعمال ولا كمنظمة إنسانية يعني قد يؤخذ رأيك في أحسن الأحوال في بعض الدول الديمقراطية، ولكن غير هيك أنت يجب أن تعمل توافق مع القانون، أنت تنفذ القانون، أنت تذعن للقانون. فإذا لاحظت وزي ما حكينا هذه المؤثرات كلها لا يمكن السيطرة عليها ولا يمكن إدارتها، لذلك بنستخدم إيش من نيجي من نشوف اي حدث من هاي الاحداث المتوقعه، ومنيجي بنقول اما انه فرصه او انه تهديد لانه خارجي. اذا كانت فرصه انا بدي احاول اقتنصها، وهاي المنظمات والمدراء الاذكياء ان المؤثرات الخارجيه بحاول دائما ان يفكر فيها كفرصه ويستثمرها. زي كيف اضرب لكم مثل، والله التغير المناخي، قضايا بيئية، في فيضانات وسيول، ممكن تكون شركتي تيجي تستثمر جزء من أموالها بعمل حفائر أو سدود ترابية على السيول هاي وأحصد المية، الووتر هارفست، أحجز المية، يصير عندي حصاد مائي واستخدم هاي المياه ل اني اعزز الري التكميلي عندي في الحقل بتاعي.
هو انا يعني هذا الذكاء، وهذا طبيعي، بده خلينا نعترف انه بده موارد ماليه كبيره جدا عشان اقدر انا استثمر هاي الله يعطيهم العافيه. يعافيك ويعافيك. أهلين دكتور. انا صار لي ساعه يعني من ساعه عم بشرح، كنت لا دكتور كان في صوت ما هلق لحتى راح من شوي. يعني راح فجأة ورجع. أي راح كأنه أنت غادرت ورجعت أو هيك شيء ما بعرف. لا والله عم بشرح، فجأة في إشي بيقول لي إني بروجرس. يلا خير إن شاء الله. عمل شير. أي دكتور في تمام. طيب احنا كنا لما كنتوا معاي لما ضربنا المثل على كيف انه بعض المخاطر البيئية ممكن استثمارها. إيه تمام، حكينا على الأمطار، فيضانات، سيول، ممكن نعمل سدود، ممكن نعمل شيء ثاني. تمام. هلا الفرص بتيجي زي القضايا، خلينا نقول الاقتصادية مثلا، والله انخفض سعر الدولار، فأنا ممكن أكون في عندي على مخططي إني بدي أستورد بعض الأجهزة والمعدات، وبسبب انخفاض سعر الدولار بتشجع وبشتري دولار وبشتري هاي المعدات المطلوبة. انخفض سعر اليورو مقابل الدولار، فبتوجه أو على استيراد مثلا بضائع أوروبية، أسمدة أو مبيدات أوروبية، بدل ما استوردها من الصين لأنه الدولار طالع وهلم جار. لاحظوا المؤثرات والقوى اللي عم بتعامل أنا معها هي خارجية، أنا لا أسيطر عليها، أنا لا أتحكم بسعر الصرف، بس أنا بتأقلم، بتكيف، بستثمر هاي المؤثرات. تمام؟ تمام دكتور. طيب من الأشكال اللي بنستخدمها هاي التحليل البيئي اللي هي البيئة الداخلية، بنقسمها لعناصر قوة وعناصر ضعف. عناصر القوة بالمختصر، ما الذي يميز هذه المؤسسة، هذه الشركة، هذا المشروع؟ شو اللي بيميزني؟ هاي عناصر القوة، هاي اللي أنا بقدر استثمر فيها. ما هي العناصر اللي بتخليني أحقق أرباح؟ ما هي العناصر اللي بتخليني أزيد إنتاجيتي؟ هاي عناصر موجودة عندي وداخلية. بنفس الوقت خلينا نعترف زي ما ضربنا مثل قبل شوي، مديرنا في هذه الشركة عم يهمل الثقافة المؤسسية، عم يهمل الحوكمة، عم يهمل أخلاقيات العمل. إذا عناصر ضعف هل يمكن أن أعالجها؟ سؤال أنس، والله شركتي مهمل أخلاقيات العمل، هل يمكن للمدير أن يعالج هذا الخطأ؟ هي ممكن عشان بالأساس هي تعتبر عوامل داخلية ممكن التحكم بها. يا عيني عليك. بس إذا عناصر القوة وعناصر الضعف هي بيئة داخلية، أنا بقدر أزيد عناصر القوة بتاعتي وبنفس الوقت ممكن أخفض من عناصر الضعف. البيئة الخارجية شرحناها كتير، بنعيد، نقسمها لاثنين، فرص وتهديدات. الفرص زي ما حكينا، والله انخفض سعر الدولار، زاد الطلب على الذوق استهلاكي، والله زاد الطلب على البطاطا المقلية. هذيك اليوم عم بساوي دراسة جدوى، زايد الطلب على البطاطا المقلية الفرنش فرايز بسبب زيادة المطاعم تاعت الوجبات السريعة مثلا. التهديدات، قبل فترة انخفضت أسعار، بعد 7 أكتوبر بأسبوع انخفضت أسعار البصل. أنا الشركة اللي بشتغل فيها بننتج كمان بصل، نزلت على الأسواق وبديت أعرف يعني ليش، يعني كنا نبيع بسعر جيد جدا بدأ ينخفض، فاكتشفت إنه الطلب، يعني قالوا لي 7 أكتوبر، قلت لهم 7 أكتوبر يعني الناس بطلت تأكل؟ قال لي لا، الناس بطلت تروح كتير على المطاعم. لاحظوا التجار بطلت تروح على المطاعم، فبالتالي الطلب انخفض. والله على كل كيس باي كيس، كل حالة. انت شطارتك انه تحلل منظمتك صح، وانت بتحط الخطة. هاي ليش حطيتها انا؟ لانه انت عند إعداد الخطة قلنا التخطيط بيقول أين أقف وإلى أين أريد أن أذهب. أين أقف؟
بيعطيك اياها التحليل البيئي هذا السوات اناليسيس، بيقول لك ما هي عناصر القوه، ما هي الارض الصلبه اللي بتقف عليها منظمتك، وما هي عناصر الضعف تاعتك، وبيقول لك تفرج برا في فرصه هناك عم بيوزعوا سماد لا صغار المزارعين، وبنطبق عليك روح تقدم بطلب وخذ هذا السماد. التهديدات لا تزرع بالفترة الفلانية لأنه والله بشهر اثنين هاي المنطقة بصيبها صقيع، فبالتالي إذا بتزرع القثائيات وبتكون مزهرة بهاي الفترة راح تتعرض ل هاي الخطة. من هنا ببدأ التخطيط. طيب أنا ما بدي أطول عليكم، أنا شو اللي حابب أساوي، هاي بدنا نخليها دراسة الحالة إلكم، بس بدي أغششكم نقرأها مع بعض على السريع ونحاول قولوا لي، وإحنا بنحكي إنه هاي العبارة هل هي عناصر قوة أو ضعف أو فرص أو تهديدات. هلا بقول لك شركة زراعية عائلية لإنتاج الأسمدة الكيماوية متخصصة بالأسمدة النيتروجينية، كلمة متخصصة، هاي تعتبر نقطة قوة، بجوز عيني غير عليك شركات عامة. يا عيني عليك. يدير الشركة، لاحظوا هون، الابن الأكبر في العائلة، ويتولى الابن الأصغر الإدارة المالية، ولا يوجد مدقق حسابات خارجي. طريقة الإدارة شو رأيك فيها؟ هون في نقطة ضعف، لأنه هون الإدارة ما هي متخصصة. نعم، لاحظوا البزنس فاميلي بزنس، لاحظوا الأخطر، من أهم وظائف الإدارة قلنا الرقابة، هو دولة ما عندهم مدقق حسابات. طيب الكادر الفني للمصانع اللي عندهم عالي المهنية ومدرب. نقاط قوة. نعم، هذا بربطني بالوظيفة الثالثة من وظائف الإدارة، التوجيه. طيب ترغب الشركة بالتوسع في إنتاج أسمدة مركبة، ما عندنا مشكلة، فسفورية وبوتاسية. إذا في عنده خطة. الوظيفة الأولى من الوظائف الإدارة التخطيط. نعم. وتكاليف التوسع في خطوط الإنتاج يحتاج مبلغ 150 ألف دولار. هون بدنا نلاحظ إنه هاي لا هي قوة ولا هي ضعف. هلا هو مساوي دراسة شكله بده يتوسع في الإنتاج، هلا هون يحتاج إلى مبلغ 150 ألف. لغاية الآن أنا ما الصورة غير واضحة، إذا وجدت إنه الموجود عنده 150 ألف عادي جدا، إذا ما وجدت هون في تهديد ممكن يؤدي لإيش؟ لخسارة خطة التوسع. نكمل عشان نفهم شو اللي بيصير. قال لك الموجودات النقدية في الشركة 45 ألف دولار. أبا لاحظوا الليكويديتي، الفلوس بالبنك ولا بالصندوق، كلها 45 ألف دولار. إذا النقدية عنده هون تعادل ثلث احتياجاته من النقدية، هون في خطأ. النقدية عنده الأخوان هون الهدف ما يكون واقعي، ممكن ما هيك؟ أيوة هنا في خطأ، لازم نلاقي له حل. نرجع نحلل، قال لك هون الأرصدة في ضعف عنده كيف؟ دكتور، هون عنده ضعف لأنه قدرة مالية ضعيفة جدا عنده. أيوة الليكويديتي عنده عالي، لاحظ روعة أنت. الأرصدة الدائنة هو عم بنتج سماد وبيبيع بالآجل، قديش عنده؟ عنده ديون على الناس، يعني المصنع مصدر بضائع ببيع آجل ب 210 ألف دولار. إذا مش بس مخاطره إنه النقدية منخفضة والبيع الآجل والأرصدة الدائنة عالية، لاحظتوا؟ يعني النقدية تقريبا تعادل ربع الايش؟ الارصده الدائنه، وهذا هون في خطا. قال لك مقسطه لمده عامين، بعالم التمويل بنعتبر العام والعامين بخوفوش كثير، ماشي الحال، بس تمام. ديونه كثير. تفضل.
تمام دكتور، تمام. نعم. شو قال لك كمان؟ تتوفر مساحات مناسبة لإنشاء خطوط الإنتاج الجديدة. إذا الموقع جيد، نقطة قوة، صح؟ صح. وعلاقة الشركة مع الموردين ممتازة، حلو. اللي بممكن يوردوه للمصنع علاقته ممتازة، هاي ما بنعتبرها، يعني ممكن تعتبرها عنصر قوة وممكن تعتبرها لا هي فرصة، لأنه المورد أنت ما بتديره، أنت بتبني معاه علاقة، لأنه دائما في تشابه ما بين عناصر القوة والفرص، وفي تشابه ما بين عناصر الضعف والتهديدات. فالعلاقة مع علاقة الشركة مع الموردين أنا بدي أعتبرها فرصة. ليش؟ لأنه أنا ما بتحكم فيها، يعني أنا بنيتها بس بأي لحظة لا أتحكم فيها 100%، مش دائما أنا مسيطر 100% على الآخرين. تمام؟ لاحظ المواد الخام مستوردة، هاي تهديدات حسب الدولار. يا عيني يا عيني عليك، هذا تهديد مش نقطة ضعف. بضاعة برا أنا ما بتحكم فيها، تحسنت الدولار، نزل الدولار، صارت الحرب الأوكرانية، منعوا التصدير، لا أتحكم في الموضوع هذا. شوف، هنالك خط تمويلي من البنك المركزي لتطوير صناعة الأسمدة، لتطوير هاي الصناعة. هلا فرصة بحد ذات هاي نقطة قوة ولا فرصة؟ فرصة، أنا يعني بعتقد. شوف هاي الفرصة وين؟ هاي الفرصة أعطتني إشارة بتقول إنه الاستمرار بالعمل العائلي، البنك لما بدك تروح عليه بدك تقدم بيانات مالية، بدي البيانات المالية تكون مدققة من إيش، مدقق حسابات خارجي. تخيل هاي فرصة ولكن من الصعوبة أن أستثمرها، لأنه أنا العمل تاعي بزنس، فاميلي بزنس، وما عندي مدقق حسابات. تمام؟ تمام، يعني هاي نقاط الضعف في المؤسسة أثرت على هذه الفرصة. 100%. هلا خلي بالكم في شغلة كثير كثير مهمة، وتحملوني وراح يعني نحاول ننهي فيها. أنا إذا حللت وعبيت النموذج تاعي كأني شو ساويت؟ أنا هاي دائما بضربه مثل، تخيل أنا أروح عند الدكتور أقول له والله أنا عندي صداع وعندي حرارة، نحط الميزان، أوف 39 40 عليك حرارة. طيب شو بدك تعمل؟ عليك حرارة يا سليم. أوكي أنا جاييك عندي حرارة، شو بدك تعمل يا دكتور؟ لاحظوا إذا أنا بشبه من يقوم بعمل التحليل الواقع، تحديد فرص، تهديدات، تصنيفها سياسي، وما عمل أكشن عليها، كأنه فعلا بس بيقول أنا عندي حرارة، صح؟ يعني إذا قلنا فقط أن الخط التمويلي هي فرصة وسكتت، بقول لازم معلش يحط مدقق حسابات خارجي. يا عيني عليك، هاي بنسميها ايش؟ التوصيات. هاي التوصيات بدها تنعكس ايش؟ خطة عمل. انا بدي اغير الثقافة المؤسسية واغير البناء التنظيمي واحول هاي الشركة، لابد من اني اخلق وظيفة اسمها وظيفة مدقق حسابات. انا عندي ارصدة دائنة وهاي خطرة، او يعني بلاش خطرة تكون خارجية، هي نقطة ضعفي اني انا عم ببيع كثير، اذا لازم يكون في عندي اكشن بلان بقول بدي اخفف من الارصدة الدائنة. اذا بجوز لازم يكون عندي توصية اقول له يا صاحب الشركة عين محصل، يا جماعة المبيعات خفضوا اجل التمويل، هذا سماد المزارع بيستخدمه في موسم، خلي الاجل سنة مش سنتين. تمام؟ تمام. تمام. أنا بدي أختم هنا، أنا بدي منكم يم من أول يوم يكون عندنا تمرين هذا الكيس، وأنتم بالخيار، حدا يعبي النماذج، وهاي سهلة لأنه حليناها مع بعض، اللي بيعبي النموذج وبيحلل لي إياها أكون له من الشاكرين، واللي بيقدم لي توصيات يعني زي ما تقول بنعمل له بلس
زائد 5 علامات، شو رأيكم؟ وانتم يعني عارفين انتم المحاضرة شباب الجاي ماجستير مش امتحانات، عندنا assignment. المقصد اتفقنا؟ دكتور للمحاضرة القادمة قصدك؟ ومعاكم اسبوعين، شو رأيكم؟ تمام جاهزين. اتكلنا على الله، اتكلنا على الله. وما تبعتوها على المجموعة ونزعج الناس والزملاء، بتبعتوا لي إياها على واتساب إلي. تماما. وأنا شو راح أسوي هلا؟ بدي هاي المحاضرة بعمل لكم إياها PDF وأنزل لها، وبنزل لكم إياها على المجموعة عشان الكيس ستادي. تمام دكتور، الله يعطيك العافية يا اتكلنا رب. على الله، اتكلنا على الله. طيب هيك احنا خلصنا المحاضرة الجاية، هنفوت في بعض المفاهيم الأساسية لإدارة الأعمال. أي سؤال حول تعريف الإدارة، وظائف الإدارة، الأهداف، العوامل المؤثرة على منظمة الأعمال، أنا جاهز. الله يبارك فيك يا دكتور، الله يعطيك العافية، الأمور كلها ممتازة ويجزيك يا الخير رب. يا رب. في أي شيء كمان ابعثوا لي، إذا استدركتوا واحد سرح، آه والله لو سألت عن كذا ماذا، أنا بأمركم ابعثوا بأي وقت وبأي ساعة ما بتقصر يا بتشوفوها دكتور، مناسب. الله يجزاك يلا الله الخير يا رب، يجزيك خير، والله يعطيكم العافية الله يجزيك ويبارك الخير دكتور، فيكم. بدي بس دائما تتذكروا وياك يا دكتور. إنه التسجيل ذكروني فيه، تمام تمام؟ دكتور، خلاص أنا بذكرك ببداية كل محاضرة. آه والله، آه والله، لأنه ضاعت علينا والله فترة هيك. يلا يلا الله عساها يجزيكم خير إن الخير شاء الله. ويعطيكم العافية جميعا. الله يعافيك، الله الله يجزيك يعافيك، الخير يا حياك دكتور. الله. حياكم دكتور الله، خير، حياكم مع الله. السلامة. هلا سيدي، هلا سيدي، سلام.